اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، اهلا بنرحب وسهلا بيك في بحضرتك كارد اركس 2018. ممكن اهلا حضرتك وسهلا تعرفت بنفسك؟ دكتور وليد سامي الخولي، اخصائي القلب والاوعيه الدمويه بوزاره الصحه، وزميل موجات صوتيه بمستشفى الحسين الجامعي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. دكتور، ممكن حضرتك تكلمنا شويه عن الابستراكت اللي حضرتك شاركت بيه المؤتمر ده؟ الحقيقه الابستراكت ده كان عنوانه مين بليتلت فوليوم از ا بريدكتور اوف امبيرد امبيرد ريبرفيوجن افتر ثرومبوليتيك ثيرم. هو بيتحدث عن انديسز في صوره تحليل الدم، نقدر نكتشف المريض ده هيستفيد من الدواء المذيب للجلطه ولا لا، ولا المريض ده يتوجه لمستشفى فيها قسطره، لان المريض اللي عنده جلطه في القلب بيبقى الوقت مهم جدا، ان هو يا اما ياخد مذيب بيبقى الوقت بتاعه اول ساعه ونص، يا اما يخش قسطره، يخش التدخل الجراحي، بيخش الضيق اللي بيحصل في الشريان ده اللي بيقدر بعد كده لا قدر الله بيموت عضله القلب، لا بيخش بيركب دعامه مكان الشريان وبيرجع الدم يعني يقدر ان هو ارتواء لعضله القلب مره اخرى يعني. طيب، وحضرتك بتشجع الانفيسيف سيرجري ولا بتحب تتجنبها؟ زي ما قلت لحضرتك في اول الوقت، تمام، اول ساعه ونص الاثنين الافكت بتاعهم واحد، لكن كل ما الوقت بيعدي كل ما كان التدخل بالقسطره العلاجيه هو الحل الامثل، لانه لغايه 48 ساعه نقدر نفتح الشريان ده تاني ويعود تدفق الدم مره اخرى. اوكي، ميرسي جدا لوقت حضرتك يا دكتور. شكرا جزيلا.